كنقول لكم الكاميرا مزيان المشاهدين كي دايرين، اش اخباركم؟ واش كتعاودوا امركم مزيانه؟ مبروك عواشركم، واشنو السيطر رمضان كريم؟ ها فوقاش غدير لنا شي راس يا سيدي؟ ايوا تنهار يكتب تنهار يكتب ياك تنهار يكتب غنديروا عرس واحد حباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتوا مع الصحه؟ كي درتوا شويه لاباس؟ الله ينوركم وينور طريقكم ويعلي درجتكم نتوما وليداتكم، ومبروك العواشر. وهانتوما كما تتشوفوا حنا هو ندورو شويه ونوريكم الطبيعه ونوريكم الغليمات سارحين والفقيرات. راه كانت الشتا عندنا شويه هاد العشيه الصباح، ودابا هاد العشيه صحات شويه الشتا. ايوا قلت لهم انت يلاه نهودوا شويه حبيب، راه كان خدام عاد جا. ايوا كنت خدام من عاد جينا. شوف هاد الشتا برعات القضيه تبارك الله. اللهم لك الحمد. لا تبارك الله. الدنيا مخضره. ويلا ولا الدنيا غزاله. قبيله كندخل لفوسط الفول ما كان بان، تيبان لي غير الراس. تبارك الله. غليمات اكرام، يشوفوا المشاهدين الغليمات وتقرحوا شي سارح الغليمات ويشوفوا الطبيعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. كما كتشوفوا يعني انا راه لبست حويجاتي ان شاء الله باش غادي نمشيو غادي نفطروا عندي واحد الناس ان شاء الله يا ربي. كاين غير الفطورات، كاين غير الفطورات الوالده، غير الفطورات وسمحوا لنا الوالده اجي نديروا شي فيديو مع خويا حميد، نخرجوا ندوروا شويه في الطبيعه ونخضروا عويناتنا، وانت انتم كذلك تخضروا عويناتكم معنا كما كتشوفوا تبارك الله في الطبيعه. خويا السلام عليكم. التحيه للمشاهدين. السلام عليكم اخوتي العزاز، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده انتم ووليداتكم. مزيان يا ربي ورمضان كريم. اللهم لك الحمد اخويا يونس، بارك الله فيك. كي داير؟ بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. فين وصلتي مع هاد الفطورات في هاد رمضان؟ ايوا خويا كاع ما تمشيش مع الناس يبقاو يسولونا عليك المشاهدين تاع الربيعه. كان تنوض بكري مع الربعه، راك عارف مع الخدمه وداك الشيء. خلي ربيعه تمشي معنا. لا بغات تمشي تمشي، انا ما كنعشرهاش. اييه. بغا يرد لنا دابا. بغا يرد لنا دابا حنايا. النظريه ديالنا. انا شكون اللي قعد معايا كنفطر؟ ايوا انتم كتمشيو كاملين، شكون غيجلس حنا يدير لنا الفطور؟ ايوا وما تقولناش راه ما خليتهاش ما بغات تمشي تمشي. اكرام ما كتعرف دير والو. اي كرام جاي كتعافر، هي مشكله كتعافر عليها. يا ريت المشاهدين الاكرام. السلام عليكم متتبعين قناه مروحه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. قول السلام للمشاهدين. ما عرفتش تقول على راسي. تهضر غير من ورا الكاميرا، قدام الكاميرا تيحشم. ورا تيهضر تبارك الله. اي هذيك الخريفات مساكن بردو. ايوا كما كتشوفوا مشاهدين الطبيعه زوينه تبارك الله ونواور تبارك الله. بغينا نشارك معكم هذا الفيديو هذا قبل المغرب ان شاء الله، قبل الفطور، باش غادي نمشيو وغادي نشارك معكم عاوتاني، تكتشفوا معنا الناس اللي غادي نمشيو عندهم، اللي غادي نفطروا معاهم. عائله كبيره تبارك الله، حتى هما من العائله. غادي نمشيو وغنشاركوا معكم هذه الاجواء ديالهم، وتشوفوا المائده الرمضانيه ديالهم. وكنتمنوا اننا نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم، وكنطلب الاعتذار من يعني بعض المشاهدين ديالنا البارح اللي شافوني ضحكت واحد الضحك شويه هستيري في ذاك الفيديو. انا ما بغيتكش تضحك ذاك الضحك، وكان ساعات رجعت لك. لا وراكم عارفين المشاهدين يعني اعذروني، راه كاينين الناس مع وليداتهم، خص الانسان لحقاش الناس تابعين الناس محترمين. لا ماشي مشكل اخويا، واش تضحك دابا ولات فيها عاوتاني الانسان ما يضحكش. شويه قال لك ضحك وقيس. ياك من وين ندير هذا؟ ضحك وقيس. ضحك وقيس، ماشي عاوتاني قيس. لا والله العظيم ماشي بلا قانون. والله العظيم المشاهدين الا جاتني ديك الضحكه يعني ما عرفتش كيفاش طلعت ليا، وانا اي حاجه تنشاركها معكم والا من قلبي يعني. راكم عارفين اخويا حميد والوالده تقول لكم يعني راني تباتا والرزانه بلا ما نشكر راسي، ولكن ولكن راكم عارفين يعني الظروف اللي مريت منها، ويعني كنت دازت عليا واحد الظروف اللي هي صعيبه بزاف، ما نقدرش نحكي لكم ولا ما تصوروش يعني الصعوبات والازمات اللي مريت منها. لهذا الحمد لله ان ولات الضحكه كترجع ليا، وليت واحد الانسان ناشط في الحياه ديالي، ومازال ان شاء الله ربما داك الضحك داك الحزن اللي كنت حازن من شحال هذه تجمع لي ولا لي ضحك. وليت كتفرغ. وليت تتفرغ. ولا جاني الضحك جاني في مره. الله. ولكن مشاهدينا الكرام كنوعدكم ان دائما القناه كما تعودتوها مشاهدين قناه مربوحه انها غتبقى دائما في المستوى، ودائما يعني في المحتوى مع خويا حميد ومع الوالده. انا القناه راه ماشي ديالي، راه ماشي ديالي، راه ديالكم. ورا اي حاجه
ما عجبتكمش راه طبيعه الحاره ما كتعجبش حتى الوالده وما كتعجبش حتى خويا حميد وما كتعجبش مالي الدار كاملين. المشاهدين ديالي طار لهم الاشاره ديالهم والله ما بغيت المشاهدين ديالي طار لهم. لذا كنبغي نقول لكم مشاهدينا الكرام تسناو دائما الفيديوهات ديالنا الجداد وتسناو دائما ان شاء الله الفرحه غتولي ترجع لينا والضحكه غتولي ترجع لينا. يعني ما غاديش منا القدام ان شاء الله ما غاديش نحاولوا اننا ندخلوا في شي مشاكل ولا في شي حاجه باركه علينا عينا ما داك الشيء. وزيد حسين نديروا الفيديوهات ديالنا يعني فيديوهات عاديه ياك الوالده. دابا غادي نوض نبقى نطيب لكم في الكانون ان شاء الله يا ربي وندير لكم الحرشه بالعشوب وندير لكم المحمصه بالعشوب ونفتل ان شاء الله يا سيدي ربي نكون ندير لكم طعام باليد ان شاء الله يا سيدي ربي الله يعطيني غير صحه جديده ان شاء الله يا ربي. هذا هو اللي كاين والله يبعد عليكم عليا والله يبعد علينا شر الخلق والله يبعد علينا شر الخلق. وكي قلت لكم تسناو دائما الوجوه الجديده معنا كاين بنت معنا البارح بنت خالتي فاتحه مازالت هي غتجي دير هنايا مع الوالده يوميات هنايا في العروبيه ان شاء الله يا فاتحه وغتشوفوا هي امها وتشوفوا تبارك الله واحد البنت حادقه ما شاء الله عليها. وكي قلت لكم مازال غيبانوا معنا وجوه جديده اللي بغاو يجيو يعيشوا هذه الاجواء ديال الباديه يعيشوا هذه الاجواء ديال الباديه اللي كنعيشوا فيها حنايا. يعني مرحبا بهم عندهم قنوات سواء كانوا عندهم قنوات ولا ما عندهمش اللي بغى الدعم مرحبا به. حنا ما كان يعني كانت عندي ظروف شحال هذه بانني كنت بعض المرات كنوقف الدعم كانت عندي ظروف ولكن دابا الحمد لله اللي جا مرحبا به. ولكن قبل ما يتواصل مع قبل ما يجي راه بعض المرات كنتفاجئوا بالناس كيوقفوا علينا قدام الباب يعني كيفاجئونا. يعني من الاحسن الانسان يلقى واحد الطريقه كيفاش يتواصل معنا ويدير معنا النهار. بعض الخطرات ما كتكونوش انتم كيجيو مساكن كيشقاو تيشقاو تيشقاو بعض المرات تيلقاونا شحال من واحد شحال من واحد كيجي كيوقف قدام الباب وضرب مسافه ديال الطريق. كان لذا كنعتذر منكم كاع الناس اللي جاو عندنا وما لقاوناش ولقاونا خارجين ولقاونا يعني تنطلب منكم السماحه يتواصلوا معنا. الانسان يدير واحد البروغرام وتواصلوا معنا راه كاين النمره التليفون ديالنا محطوطه كاين الفيسبوك كيفاش ديروا تواصلوا معايا في الماسنجر كاين كيفاش تخليوا لنا كومونتير كذلك في الانستغرام تواصلوا معنا وراني كندخل كنجاوب واخا ولو كنتعطل شويه في الاجابه غادي نحدد معكم موعد ومرحبا بكم على راسنا وعينينا. يعني حنا كنرحبوا بجميع المغاربه وكذلك بجميع خوتنا الجزائريين وخوتنا العرب مرحبا بهم في بلادهم الثانيه المغرب وعاش الله الوطن الملك الله ينصر سيدنا والله يخلي لنا بلادنا كما كتشوفوا الطبيعه الزينه انتما كتشوفوا زيدي معنا اكرام انتما الغنيمه تبارك الله طارق هيا جي عندي هيا جي زيد اجي عندي طارق اجي اعطي التحيه للمشاهدين السلام عليكم طارق غادي يعطيكم التحيه للمشاهدين زيد عندي زيد عندي زيد عندي على كيفاش الكاميرا مزيان كي دايرين اش اخباركم واش كتعاودوا امركم مزيانه مبروك عواشركم واش السي طارق رمضان كريم ها فوقاش غادي لنا شي راس يا سي طارق ايوا تنهاري كتاب تنهاري كتاب ياك تنهاري كتاب غنديروا عرس واحد انا وياك نديروا عرس واحد انا وياك ايوا اللي بغيتي طارق هو مزوج هو وعمو ايوا اللي بغيتي مشاهدينا الكرام عندكم تشدوني على هذه الهضره هذه عندكم عاوتاني تعطيني على هذه الهضره راه وليت مفروح والله الا وليت مفروح والضحكه رجعت لي والابتسامه رجعت الحمد لله. يعني من بعد ما كنت كنعاني الحمد لله انني حتى الدواء اللي كنت كنشرب عند الطبيب يعني ما بقيتش كناخذه نهائيا. مؤخرا مشيت عند الطبيب قال لي راك وليتي في تحسن وانت انا راه قال لي راه متبع الفيديوهات ديالك قال لي لا داعي الان اللي غتبقى تاخذ الدواء. يعني كنت كنشرب كينه وحده مؤخرا في ديك الظروف اللي مريت منها وفي ذاك المشاكل وراكو عارفين يعني مع الفرق ديال الوليدات ومع هذه ولكن الحمد لله الحاله ديالي تحسنات وليت بخير وليت الضحك ناشط. دابا غادي نوريكم السي ريان ها هو السي ريان. ريان لاباس عليك؟ عطي التحيه للمشاهدين قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم كي دايرين؟ لاباس كلشي بخير؟ ها؟ يلا بوسني بوس يعطيك الرضا زيد بوس شي بوسه كبيره يلا مشاهدينا الكرام مع السي ريان راه سار حد النهار هذا الغليمات والبقيره حتى هو هنا غنقول لكم مع السلامه باي باي دير لهم باي باي دير باي 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 مشاهدينا الكرام والى فيديو مقبل ان شاء الله مع السلامه.